هي كان زمان بيتقال عليها مكتبة كلية الأمريكان، لكن اسمها مكتبة تاجارد. ده نسبة لريتشارد تاجارد اللي هو تبرع ببناء المبنى الخاص بالمكتبة. ده كان سنة 1934. في كتب هنا بترجع تاريخها لسنة 1857. من أهم الكتب الموجودة في المكتبة والمجلدات المهمة في المكتبة وقائع المصرية، دي أول جريدة كانت تصدر عندنا من تاريخ 1911. في مجالس النواب ومجالس الشيوخ أيام الملك فؤاد والملك فاروق. في كمان أنجيل مطبوع في لندن سنة 1857. كمان في كتاب كوبي من مخطوطة في من القرن الرابع الميلادي عن الأناجيل الأربعة سنة 1912. في كتاب الصادق الأمين، ده كتاب زي السنكسار، دي قراءات في الطائفة الأرثوذكسية، ده برضو سنة 1912. في كتاب عن تاريخ سيدنا محمد. في كتب تاني جديدة دعمنا بها المكتبة حوالي 3000 كتاب. في ناس كانت بتيجي تعمل رسائل ماجستير ورسائل الدكتوراه بتخص المكتبة هنا، وكانت المكتبة بتساعدهم. هنا يوجد مجلدات كتير خالص بتفيد المجتمع.